يي لا مش معقول، شكلي نسيت محفظتي بالبيت. احكي ماما مع ابوك خلينا نشوف شو بدنا نعمل. بابا نحن بالسوبر ماركت والماما نسيت محفظتها. خلص ولا يهمك، انا بحولك على المحفظه الالكترونيه. هي معقول بهالسرعه حولك المصاري ودفعتي؟ طب كيف؟ فهميني. اي بسيطه يا ماما، هاي الخدمه بتشتركي فيها وبتنزلي تطبيقها على تليفونك، وعن طريق التليفون بتقدري تودعي مصاريك وتسحبي منهم ايمتى ما بدك، وبتقدري كمان تحولي مصاري لاي شخص موجود في الاردن. ومو بس هيك، بتقدري كمان تدفعي الفواتير وغيرها وتحاسبي على مشترياتك. والكل هاد؟ طب انا شو بضمن لي يا ماما انه هاي الخدمه امنه؟ بصراحة كتير آمنة، لأنه كل التطبيقات اللي بتزود هاي الخدمة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني. هاي فعلاً خدمة آمنة ومريحة، بحب تكون عندي هالخدمة، ساعديني يا ماما فيها. أكيد. هذه الخدمة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الرابط التالي